تشتركوا بالقناة تضغطوا على الزر الأحمر واشتركوا واضغطوا على الجرس ليصلكم الجديد من فيديوهاتنا بهذه الطريقة. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على اللايك. لمشاركة الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم اضغطوا على الشير. إذن السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جبت لكم واحد الوصفة رائعة جدا وهي وصفة لمقبلات مغربية مرافقة ديال الأطباق ديالنا، ولا ممكن تكون هي الأطباق الرئيسية لما الإنسان منو كيكون ما فيه ما يعمل شي حاجة كيلقى قدامه الموجود في الكونجيلاتور سهل كل شيء. إذن عندي هاد المقبلات هذه، عندي ثلاثة ديال العناصر مهمة. عندي بالنسبة للدبنجل، أنا عندي ديما هاد الزعلوك هذا، فسمحوا لي إذا ما عنديش الدبنجل نوريه لكم صحيح لانني ديجا هذا كان عندي موجود. الطريقه اللي كنعمل له وهي ملي كنجيب الدبنجان من السوق كنحيد له كنغسلو كنحيد له القشره ديالو كنقطعو كنعملو يتبخر مع الثومه. الثومه اللي كيهز المهم 3 ولا 4 ديال الثومات على حسب كل دبنجاله، واحد الدبنجاله كنعمل معها واحد الثومه اذا كان الثوم كبير. من بعد ملي كيتبخر كنعصروه كنحاولوا نعصروه مزيان من الماء. ملي كنعصروه من الماء كنديروه يا اما في كنعملوه يا اما في بلاستيك غذائي يا اما كنعملوه في بواطات غذائيه. انا عندي بواطات صغار كنعملو فيها. ملي كيكون كخصك مقبلات كتلقاهم على يدك فغادي ندوزو للعمل الان. غادي انا بالنسبه للدبنجال قلت لكم الطريقه ديالو. بالنسبه للمقبله ديال القنابيط او الشيفلور او الكيليفلور بالطنجاويه غادي نغسلوه مزيان، نحيدو له هاد شويه ديال الكحوله اللي كتكون هنايا، نحيدوها له نعملوه يتسلق مع الماء والملحه. وما تنساوش واحد طريب ديال الخبز لانه ملي كيكون كيتسلق كيعطي واحد الريحه قبيحه قبيحه بزاف، فحنايا غنعملو معاه واحد طريف يا اما البابا يا اما طريف ديال الخبز يابس. المهم هو من بعد كيرطب حتى غادي يتسلق ما غادي تشموش الريحه نهائيا انكم كطيبوا الكيليفلور او الشيفلور او القنابيط. هذه فكره، هذه راه خاصكم بعض الحيل ديال الطبخ. بالنسبه للكروم فانا غادي نحيد الورقات ديالو غنغسلو مزيان كنقطعوه رقيق رقيق كنعملو انا غنعملو في الروبو غيعطيني واحد تقطيع رقيق كانه مشلط. مهم قطعوه كانه بقوله يعني طريقه سهله بزاف. اذا غادي نعمل هاد الاعمال هادو وغادي نرجع لكم ان شاء الله مع لي صوص المرافقات ديال هاد الشهيوات ديالنا ان شاء الله. بالنسبه للشيفلور بعد ما كيتسلق كيجي عندي هذا الشكل هذا، فحنا كنعملوه في فواحد الصفايه وكنحاولوا نحيدو منه ولا نعصرو منه المكامن بحال اللي كنعملو الدبنجال حتى كيولي بحال بيوري غير بهذه الطريقه بلا ما تعملو لا البزاعه بلا ما تعملو في الخلاط. بهذه الطريقه هذه فهو كيتصفى من الماء كليا. فباش تنجح لكم هذه الوصفه اذا باقي ما قلت لكمش الوصفه شنو هي، هي ديال غنعملوا المعقوده ديال الشيفلور كتجي بنينه بزاف كتشوفوا بهذه الطريقه. اذا بالنسبه للمعقوده ديالنا فحنا كنبداو على بركه الله كنعملوا شويه ديال المعدنوس كنقطعوه بهذا الشكل هذا صغير بالنسبه للملحه راه طاب في الملحه ما نساوش. بالنسبه للتوابل فانا عملت شويه دائما كنعمل الثلاثي هذا الخرقوم البلدي شويه ديال الزنجبيل المطحون وشويه ديال الابزار او الفلفل الاسود. بالنسبه للخرقوم كنقولوا له ايضا الكركم باللغه العربيه. اذا غنعملوا هاد ثلاث ديال التوابل غنعملوا معهم واحد مثلات واحد فروماج. هاد المعقوده هائله هائله جدا وغنعمل بدل ما نعمل الثومه كنديرو بالثومه ولكن فضلت نعملو بالبصله و كنخلطو العناصر ديالنا كلها. كنضيفو بيضه للخليط
شوفوا بهذه الطريقه هذه، فانا غادي نعملها في الفرن، غنوريكم الطريقه كيفاش. اذا كنقوموا بهذا الشكل هذا، كنستعينوا بجوج ديال المعالق بهذا الشكل الدقيق ديالنا بهذا الشكل هذا، كنعمل لاين هذه الطريقه هذه. الفرن ديالي كيسخن، يجيو هائلين. اذا غادي نصففهم، بالنسبه اللي غيدخلوا للفران نعمروا الطاوله ديالنا، ونوريكم واحد شويه اللي غادي نقليه في الزيت. ما عندي ما نعمل لاننا بوحديتي، ما عنديش دي شيماء، فهي بعض الاحيان كتدخل معايا كتبدا معايا الاكل. اذا هذا هو الشيفلور ديالنا، شويه عملناه في الفرن ويبقى منه في المقله، اللي بغاه بالفرن يبقاه المقلاه. اذا نشوفوا في الشكل النهائي ان شاء الله. هذا بالنسبه للشيفلور ديالنا ملي كيخرج من الفرن، يعني هذا الشكل النهائي ديال الشيفلور ديالنا. الصبيعات راهما مقليين، وبالنسبه للدوائر راهما بالفرن. اذا بالنسبه للزعلوك ديالنا فكلشي كيعرف القوام ديالو، المهم كل واحد عنده طريقته. عندي هنايا انا عملت التوابل مسبقا، عندي شويه ديال الزنجبيل، شويه ديال هاو الا كان يظهر لكم، شويه ديال الابزار هذا، عندي شويه ديال الملحه، شويه ديال الثومه، الكمون، واحد شويه ديال الكمون، عندي واحد شويه ديال لاصوص حمراء، ما عملتش الفلفله، انا كيعجبني بهاد يعني الصلصه المركزه، عندي شويه ديال القزبر المعدنوس. اذا ها كنخلطهم، كتجي هائلة من جهة الزعلوك، كيجي هائل. مكنعملش التومة بزاف مع لاصوص، على حسب أنا دايرة التومة مع يعني مبخراها مع الدبنجال. غنزيد واحد اللمسه كتعجبني، هو الخل ديال الحامض، كيعجبني واحد القطرات منه الزعلوك، ما عرفتش علاش بقى كيعجبني. اللي بغى الحامض يدير الهريسه، نزل لكم الرابط ديال الهريسه. بالنسبه للزعلوك ديالنا حتى هو طريقتي الخاصه، وكنظن العديد منا كيعمل هاد الطريقة هادي، كيجي هائل. هذا هو الكرنب ديالنا، عندي هنا الزيت، عندي التومة، عندي الملحة، عندي الكمون، عندي شوية ديال لاصوص المركزة ديال المطيشة، عندي شوية ديال المسللة، عندي القزبر المعدنوس، وعندي زيت الزيتون. كنخلطهم مع بعضهم بهذه الطريقة مع القليل، أنا كنعملو بحال البقولة، مع القليل من
الخل الحامض، ممكن تعمل الخل الابيض بهالطريقه هذه. نطحنوا شوية، هالطريقة وغادي نخلط الكل مع بعضه. هنا من بعد ما خلطنا كل شيء مع بعضه كنعملو التحار، كيجي لذيذ بزاف. خليوه يطيب شويه، تدخل فيه لاصوص ونرجعوا لكم. وهذه البقوله ديالنا اللي بالقرنب او بالكروم او بالشو كتجي حتى هي هائله. اذا هادو هما المقبلات ديالنا بثلاثه بهم، كيجيو هائلين لا في المنظر لا في المذاق. ممكن المقبلات يكونوا مرافقات للاكل. اذا كنتمنىكم تجربوا هذه المقبلات هذه ان شاء الله، وتكون عند حسن ظنكم.